نعم، يلا أحمد. باب استحباب تكبير المصلين على الجنازه. عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه. نعم، طبعا تكثير عدد المصلين هذا يكون بأمرين. واحد، يكون بأمرين. واحد، كيف يكثر عدد المصلين؟ واحد، تفضل. اولا ان يدفن في مسجد يصلى عليه، لا حول ولا قوه. شباب اليوم صبحين يعني عسلين شوي، ما في مشكله. فاولا يصلى عليه في مكان جمع الناس، فبالتالي هذا احدى الطرق حتى يشهد عدد كبير. حضرتك وين متت؟ والله متنا في القريه الفلانيه، كل عدد سكانها 150 شخص وثلثين هم نسوان. شو ها؟ لا، منروح على مكان في تجمع. اثنين، نعم، الاعلام، وهذا ليس من النعي. النعي المنهي عن الذي لا يقصد منه حضور الناس، اما اخبار الناس هل اعلمتموني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ها، اذا هاي الطريقة الثانية. ثلاث، الذين قالت فيها، يعني هناك الانتظار، لكن هذا الانتظار تجمع بينه وبين عجلوا بالجنازة، وخصوصا انها عن الدفن في ليلا. لما؟ لكي يحضره المصلون. فإذا أنت تحرص على هاي الأشياء. الشيء الآخر المهم، إذا كان لك ميت من حقي عليك أن تذهب به إلى مكان عند إخوة عندهم توحيد، فتعلم طلبة العلم ودعاة السنة، تعلمهم بأن أباك قد مات، وخصوصا في وسائل الاتصال الحالي. رن عليهم حتى لو انك الان في مصيبة الموت، او استعن بمن يعينك. يعني هذا من حق ابيك. انظر، عالم يأتي فيصلي على ابيك او على امك، فهنيئا لك. اذا لم يأتي فعلت ما بطاقتك، فعلت ما بطاقتك. ولو اتصلت فيه: والله حضورك يا شيخ بهمنا، حضورك يعني بفرحنا، بسرنا، برضو هذا شيء يشجع، لأنه هذا الشيخ أو هذا العالم بشر يحتاج إلى تشجيع. ما معي بنبعث لك سيارة تأخذك توديك وترجعك، على الأقل صلي. شوف الفضل، إذا كان هذا الشخص من أهل الشفاعة الذي يصلي على ميتك فيشفع فيه. شفت كيف الأهمية؟ مش بس والله إيش بدنا نصلي عليه، وين مكان، وين بدنا نصلي عليه، في المسجد الفلاني. ليش؟ قال لأنه طريق فاتحة. شو طريق فاتحة؟ بدنا نختار مسجد يشهده طلبة علم ونبلغ طلبة العلم، أما نختار مسجدا لا يشهده طلبة علم. ركز على هذه المعاني المهمة.